ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم بكل خير. اليوم إن شاء الله أعزائي المحاضرة الثامنة، وهي محاضرة بسيطة جدا نكمل فيها ما بدأنا به. اليوم محاضرتنا هنتكلم عن selected reaction، بعض التفاعلات اللي احنا اخترناها لكم، وليس كل التفاعلات. أول نوع من هذه التفاعلات اللي هي في organic reactions، اللي هي reaction of brunester-lowry acid and bases. brunester-lowry acid and bases organic acid. طبعا عارفين انتو اللي هي حمود brunester-lowry. على سبيل المثال خلينا ناخذ مثال بسيط جدا. لنفترض انا عندي CH3 زائد H2O. ما هو حمض برونستدلوري؟ برونستدلوري انه هذا الحمض بيعمل دونيشن للH، بيعمل دونيشن مانح، والماء مستقبل بروتون، مستقبل بروتون، فيصبح المركب كالتالي CH3CO زائد H3O. هذا بيسموه حمض برونستدلوري. هناخد أمثلة بسيطة جدا على هذا الحمض. طبعا انتم شايفين التفاعل في اتجاه عكسي، اتجاه عكسي. إذا حمض برونستدلوري أو حمض برونستدلوري، إنه الحمض هو عبارة عن دونيتنج بروتون، والثانية الماء مستقبل. فلو أجينا نحن نجزئ هذا الحمض فيصبح بهذا الشكل CH3CO، تمام؟ CH3CO و H2O H3O. يعني الآن الحمض طبعا هو عبارة عن مادة مانحة، اللي هو إيه؟ مانحة، عبارة عن مادة مانحة، فيصبح حمض قاعدة حمض. كما نلاحظ إن الحمض يزيد عن القاعدة بمقدار H، والقاعدة تنقص عن الحمض بمقدار H. طيب لو أجينا لعملية الاتزان الكيميائي لهذا التفاعل، طبعا كلكم عارفين Ka تساوي اللي هي ثابت تفكك الحمض أو ثابت الاتزان، هو عبارة عن CH3CO مضروبا في عيار الهيدروجين مقسوما على تركيز الحمض. طيب لعل السائل يسأل يقول طب يا أستاذ ليش ما حطناش المية؟ لأن المية تبقى ثابتة في كلا المعالج، تمام. هذا بنسموها اللي هي Ka لبعض الحمود الكربوكسيلية أو بعض الحمود العضوية بهذا الشكل. إذا أنت تفكك الحمود بهذا الشكل فيصبح عندي ثابت تأين أو ثابت تفكك Ka يساوي اللي هو القاعدة المرافقة في اللي هي عيون الهيدرونيوم على تركيز الحمض ذات نفسه. طبعا لو نظرنا إلى نقطة بسيطة جدا في هذه الحالة انتبهوا عليها، طبعا Ka هي عبارة عن ثابت التفكك، يسموه the saturation constant for organic acids weak acids. طبعا احنا بنتعامل مع حمض ضعيف. Ka انتبهوا عليها، Ka تدلنا على مقدار قوة الحمض الضعيف، يسموها strength of اللي هي weak acid. كلما زادت قيمة Ka كلما كان الحمض الضعيف قوي، كلما strength تبعه أقوى. إذا ننظر إلى Ka، by increasing the Ka the strength of weak acid will be
very strong. يعني كلما زادت قيمة K A تزداد قوة الحمل الضعيف. يعني هي معيار K A هي عبارة عن معيار لقوة الحمل الضعيف. وبالتالي هنشوف بعض التفاعلات للحمود الضعيفة وبعض التفاعلات للكحول لنرى كيف يمكن أن نستفيد من هذه النقطة. على سبيل المثال هنأخذ مثالين. مثلاً لو أخذنا عندنا الكحول CH3CH2OH نفعلها مع الأنبين من الأنبين. طبعا مجموعة الأوهات ماذا يحدث في هذه العادة؟ طبعا لاحظوا الأن إيه هو عبارة عن فلز قوي فبحل محل الهيدروجين وبيطرده من المركب فيصبح مركبي بهذا الشكل CH3CH2O زائد H2O يتصاعد. هذه المركبات بسموها كو أوكسايد هذه بتدل على ايش؟ على حموضة الكحولات او الحموض الكربوكسيلية. ناخذ مثال اخر لفينول او اتش زائد مثلا من الهيدروجين. طبعا ليش احنا بنعمل اثنين؟ عشان اللي هي الهيدروجين. فناتج التفاعل طبعا بهذا الشكل هيدروجين متصاعد زائد هذا المركب يسموه صوديوم فينيت يسمى صوديوم فينيت. هذه من اشهر التفاعلات تبعت اللي هي الحمض او الفينولات او الكحولات. لكن اهم نقطه في هذا الموضوع اللي هي قيمه كي اي اللي هي ثابت تفكك الحمض او يسموه ديسوسيشن كونستانت اللي هو كلما زاد القيمه زادت اللي هي قوه الحمض الضعيف. تمام. ايضا ممكن احنا نشوف بعض الاورجانيك بيسز. احنا خدنا حمض هناخد مثال واحد فقط على الاورجانيك بيسز اللي هي القواعد العضويه. على سبيل المثال من الاورجانيك اورجانيك بيسز على سبيل المثال مثلا RNH2 زائد H2O هنتعامل معها بطريقة البرونس الكلوري. فبهذه الحالة لاحظوا دونيتر فبتصير RNH3 زائد OH هنتج عند مجموعة هيدروكسيل وبالتالي هذا بنسميها KB يعني K base تساوي اللي هي RNH3 divided by اللي هي القاعدة RNH2. تمام؟ يعني نفس طريقة الحمض بس اللهم فيها اللي هو KB يعني KA الأسيد وعندنا اللي هو الكي بي بالبيز. تمام؟ يعني الامور سهله وبسيطه جدا عند كتابه ثابت التفكك. وهنا ايضا كي بي تدل على قوه اللي هي مين؟ القاعده الضعيفه، وبالتالي كل ما زادت كل ما زادت اللي هي ايه؟ القوه. طيب هذا الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. ما فيش فيه أي إشكالية. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة لا تخلو أهمية عن الأولى ضمن موضوعنا اللي هو Selected Organic Reaction. هنأخذ اللي هي Oxidation Reduction Reaction. Oxidation Reduction Reaction يعني تفاعلات الأكسدة
والاختزال. ركزوا لي على هذه النقطة في تفاعلات الأكسدة والاختزال. طبعا كلكم عارفين في التعريفات السابقة انه مفهوم الاكسديشن oxidation of an organic molecule usually responds to increasing its oxygen content. يعني زيادة في الأكسجين، زيادة في الأكسجين و decreasing في الهيدروجين. تمام؟ إذا الأكسدة زيادة في الأكسجين ونقصان في الهيدروجين. الريدكشن عكسها. Reduction of an organic molecule usually responds to decreasing of oxygen and increasing of hydrogen. بزيد الهيدروجين وبينقص اللي هو الأكسجين. خلينا نشوف ماذا يحدث في الأكسدة. هناخد أمثلة لمركبات عضوية مختلفة. مثلا الألدهايدز R C double bond H. ماذا يحدث عندما نعمل أكسدة للألدهايد؟ احنا قلنا الأكسدة ماذا يحدث لها؟ decreasing و increasing. في الأكسجين increasing يعني زيادة، وفي الهيدروجين نقصان. طب يصبح مركبي R C double bond OH. يعني لما أكسد الألدهايد بيعطينا ايه؟ حمض كربوكسيلي. الألدهايد يعني دير بالك الألدهايد، الألدهايد لما يعمل له أكسدة بيصبح حمض كربوكسيلي، كربوكسيليك أسيد. يعني الألدهايد بيعطينا أيوه كربوكسيليك أسيد. فور إكزامبل خلينا ناخذ مثال بسيط CH3CH2OH. طبعا هذا كحول أولي. طبعا ايش بنسميه هذا؟ إيثانول. نعمل له أكسدة طبعا في وجود سلفوريك أسيد. تمام؟ أعطينا CH3 على طول CH3 CH2OH. إذا أصبح عندي دخلنا على موضوع ثاني. ناخذ الألدهايد CH3 CH2OH. طبعا إيثانال. لما عملنا عملية أكسدة فبيصبح مركبي CH3 CH2OH. إذا أنا أكسدت اللي هو الألدهايد إلى إيه؟ إلى حمض كربوكسيلي. يعني الإيثانال أصبح إيثانويك أسيد. إيثانويك أسيد. حمض الإيثانويك. إذا مفهوم الأكسدة بسيط جدا. تمام؟ إذا هان بنقول الأكسدة هي عبارة عن ناقص H وكيلو زيادة في إيش؟ في الأكسجين. إذا أصبح عندي أكسدة في الإيثانال تعطينا إيه؟ إيثانويك أسيد. هذا بالنسبة إيه؟ ركزوا معي. ركزوا معي في هذه النقطة. تمام؟ النقطة الثانية أكسدت الكحولات. طبعا الكحولات أكسد على مرحلتين حسب العامل المؤكسد، حسب قوة العامل المؤكسد. ممكن أكسدها إلى الألدهايد ثم تؤكسد إلى إيه؟ إلى حمض كربوكسيلي. ثم تؤكسد إلى حمض كربوكسيلي. الآن لو أخذنا كحول أولي، كحول أولي CH3، هل عندي فيها مثال بالصيغة أول شيء بون ثم طبعا R C O H طبعا H H. طبعا هذا الكحول أولي. كيف عرفنا الكحول الأول؟ أعطناك أن الكحول الأول كارفينول تحتوي على اللي هي R و 2 H. طبعا نعمل أكسديشن الكحول الأولي، ماذا نحصل؟ أكسدة خفيفة بعطيني على اللي هو إيش؟ R R R C double bond H. يعني تحول
الكحول الأولي برايمر الكحول إلى الألدهايد. إلى الألدهايد. هذا إذا كان عمل مؤكسد يكون فيه شوية زي النحاس. نأخذ مثال مثلا CH3CH2OH إيثانول على طول الأكسدة بيعطينا إيش؟ إيثانول C-H. إذا أكسدة الكحول الأولية بتعطي اللي هو بيعامل مؤكسد مش قوي كثير اللي هي بتعطي الألدهايد. لو وصلنا عملية الأكسدة لما احنا نشوف المثال الآخر لو وصلنا عملية الأكسدة بنحصل على إيه؟ على حمض كربوكسيل. تمام. نشوف مثال آخر للكيتونات. كيف نحصل على الكيتونز؟ طبعا الكيتونز لو أخذنا مثال بسيط جدا R C O H R H. إيش اسمه هذا يا شباب؟ كحول ثانوي secondary secondary الكحول. عمل له عملية أكسدة تمام؟ إلى ماذا يتحول؟ إلى R C double bond R إلى كيتون. كيتون يتحول إلى إيه؟ إلى إيه؟ كيتون. طب نأخذ أمثلة على ذلك كويس؟ نشوف كيف تتم عملية الأكسدة بهذه المركبة. هناخد أمثلة مباشرة. مثلا نطبق واحد خذنا مثال لكحول CH3OH نعمل عملية أكسدة. طبعا ممكن استخدم انا عامل مؤكسد K2CR2O7 سموها بوتاسيوم دايكروميت. طبعا بنحصل على ايه؟ على الألدهايد وخاصة عندما بكون ديلوتد H2SO4 فبيصبح عندي اللي هو CH3 تمام. طبعا شيل H H C-H تحول إلى الألدهايد. هذا طبعا ميثانول بيعطينا ميثانول بيعطينا اللي هو ميثانول. ناخذ مثال آخر CH3OH عندنا القاعدة بتسدد نفس الشيء فبنحصل على CH3C-H تحول إلى الألدهايد. هذا طبعا بنسميه ايش؟ إيثانول أعطانا إيثانال. إيثانول أعطانا ايه؟ إيثانال. ممكن هذا بالنسبة للكحولات. طبعا مجموعة أركايل أو آر ممكن تكون طويلة قصيرة لكن الناتج كله ايش؟ واحد. إذا أنا بطلع قاعدة الألدهايد حمض كربوكسيلي وعندنا أول شيء مثلا كحول أكسدة الألدهايد. يعني ممكن أنا أبدأ من الكحول ثم نحصل على الألدهايد ثم بزيادة العمل المؤكسد بنحصل على الحمض الكربوكسيلي. تمام. هذا بالنسبة لمين؟ للألدهايد. تمام. ننتقل إلى مثال آخر. وهو لا يقبل جميع المثال الأول. مثلا خدنا القاعدة R C O H R H. طبعا هذا secondary إيش؟ الكحول. نعمل عملية أكسدة كيتو C R 2 O 7 diluted حمض مخفف من H2SO4 ماذا نحصل؟ نحصل على R C double bond
R طبعا حصل على ايش؟ كيتون. كيتون. اذا اكسده الكحولات الثانويه تعطي كيتون. For example. For example. انا اعطي مثال. مثلا CH3 COH CH3 طبعا كثيرا من ما بيقدر يميز ما هي الكحولات الاوليه والثانيه والثالثه، علمناك احنا بالنسبه للكحول الاولي، الكحول الاولي ثانوي ثالثي، قلنا هنا في ار 2 اتش، هنا في 2 ار زائد اتش، هنا بس ثلاثه ار حوالين اللي هو السي او اتش، مجموعه ليش؟ الكامل عشان نستذكر معلومات. نعمل اوكسيديشن، ماذا يحدث؟ على طول القاعده بتقول R عفوا طبعا CH3 دبل بوند CH3 طبعا كحول ثانوي بيعطي ايش؟ كيتون، هذا بنسميه روبا نون. عارفين انتم قواعد التسميه. طيب ناخذ مثال اخر، مثال اخر مثلا مثال اخر طبعا كلكم عارفين اتش اتش ايش بنسمي هذا؟ شاطرين سايكلو 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 ايش؟ هيكسانول يعني واحد اثنين ثلاثة سايكلو هيكسانول تمام؟ اعمل له اكسدة اعمل له اكسدة ماذا يصبح؟ ماذا يصبح؟ يصبح اللي هو سايكلو هيكسانون. ليش قلنا هيكسانون؟ لانه في اللي هي سي دبل بوند. هذا تقريبا مجمل الامور الاكسده، في بعض الامثله بدنا نكملها تمام؟ نعم. الآن لعل طالب يسأل يقول ممكن يعطي حمض كربوكسيلي؟ نعم ممكن جدا يعطي حمض كربوكسيلي إذا كان العامل المؤكسد قوي. هناك بعض التفاعلات بالنحاس وهناك بعض التفاعلات بالدايكولات. طيب عندنا اللي هي نقطة بسيطة جدا ريدكشن. عندنا الريدكشن، خلينا الاوكسيديشن الحين ننتقل على الريدكشن. ريدكشن اوف كربونايل جروب. ريدكشن اوف كربونايل جروب، طبعا هي مجموعه الكربونايل موجوده في الالدهيدات، موجوده وين؟ في اللي هي الكيتونات. الان تبع عمليه سهله جدا، عمليه عكسيه. سي دبل بوند او اتش تمام؟ هذا حموض كربوكسيلي، حموض كربوكسيلي، هذا حمض كربوكسيلي، نعمل له ايه؟ ريدكشن. كلكم عارفين ايش ريدكشن. في هذه الحاله انا بدي ازود بلس 2 اتش، ثم سهل العمليه بدي ازود 2 اتش مع كسر الرابط بتصير ار سي ركزوا معي هاي اتش 2 او اتش. اذا ايش بنلاحظ؟ الحموض الكربوكسيليه لما نعمل لها عمليه ريدكشن تتحول الى ماذا؟ الى كحول. اذا حمض كربوكسيلي، حمض كربوكسيلي يتحول الى ايه؟ الى كحول. يعني هذا كربوكسيليك اسيد حمض كربوكسيلي يعطيني كحول. مثلا ناخذ مثال، مثال بسيط جدا كويس. مثال CH3 CH2 C دبل بوند OH
يلا اعمل اكسده، اعمل ريدكشن عفوا. فماذا يصبح؟ كالتالي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش. تمام؟ انا بس حطيت 2 اتش هنا وكسرت البن طلعت البن. تمام؟ يعني مثلا هذا شو اسمه هذا المركب؟ مث اف بروبانويك اسيد اعطانا ايش؟ بروبانول. هذه هي القاعده الرئيسيه تبعت الاكسده. تمام؟ نعم. نعم. طبعا ضل عندنا نقطه بسيطه جدا مش صعبه لا تخلو اهميه عن النقطه الاولى اللي هي oxidation of alkyl benzene. oxidation of alkyl benzene ARCH. نشوف ماذا يحدث لأكسدة الالكايل بنزين. تمام؟ يعني مثلا عندي مركب ايش ممكن نسميه هذا يا شباب؟ بنسميه طبعا يا تولوين او ميثال بنزين. نعمل له عملية أكسدة حسب القاعدة. طبعا في وجود حرارة والكيمنوفور، في وجود الكيمنوفور طبعا بوتاسيوم برمنجنيت ودليوتد اللي هو ايش؟ HCl اكواس. طبعا الأكسدة كلها بتشتغل هنا فبعطينا مركب C دبل بوند أو اتش. إذا الألكايل بنزين يتحول إلى حمض كربوكسيلي. الألكايل بنزين يتحول إلى حمض كربوكسيلي. الألكايل بنزين يتحول إلى حمض كربوكسيلي عن طريق اللي هي ايش؟ الأكسدة. تمام؟ ممكن يكون عندي مجموعتين ميثايل برضه حأكسد فيهم. طبعا هنسميهم ميثايلين. كويس؟ نعمل أكسدة للعوامل السابقة. فبيصبح عندي حمض كربوكسيلي له مجموعتين كربوكسيلي. تمام؟ يعني القواعد بسيطة جدا جدا. هذا يسموه طبعا تريبتاليك اسيد. تريبتاليك اسيد. طبعا هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم. أمور بسيطة جدا. يعني لو رجعنا للكتاب ورجعنا للمحاضرة هنفهمها بكل بساطة. هنفهم اللي هي البرونس دوري، هنفهم اللي هي الأكسديشن ريدكشن، وهنفهم اللي هي الأكسديشن أو اللي هي أروماتيك كومباوندز اللي هي هريد طبعا الهريدات الأروماتية. شكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.